جامعة حائل في 365 يوما. إنجازات طلابية داخل المملكة وخارجها، مؤتمرات دولية متخصصة بمشاركة خبراء دوليين، برامج دراسات عليا، وأنشطة طلابية مميزة. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل رعى المؤتمرات الدولية والفعاليات الأكاديمية، وكان قريباً منا داعماً ومحفزاً لمنسوبي الجامعة. أما صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل، فقد كان نعم المسؤول الداعم والمتابع لفعاليات الجامعة وأنشطتها. عقد معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم الإبراهيم مدير جامعة حائل اجتماعات مع وفود محلية ودولية، كان أبرزهم أعضاء من مجلس الشورى وسفراء دول أجنبية وعربية ووفود من شركات الاتصالات لبحث تحول المدينة الجامعية إلى حرم رقمي. كما أطلق معاليه حزمة من البرامج التي تصب في مصلحة الطالب. واحة الإبداع، حزمة مبادرات جامعة حائل الواعدة لتحقيق مخرجات تتوافق مع خطة التحول الوطني 2020، والتي تحتوي على مبادرات ستة، وهي منصة حائل للتدريب الافتراضي، ومركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية، ومسرعة الأعمال الناشئة، ومتحف حائل الافتراضي، ومسرعة الأعمال الترفيهية، ومركز الفنون والإبداع الرقمي. طلابنا عماد الجامعة والمجتمع، كان لهم السبق في تحقيق إنجازات مشرفة محلياً وإقليمياً ودولياً، نحن فخورون بكم. كما أن خلف كل نجاح أعضاء هيئة التدريس الذين أسهموا في تحقيق النجاحات لجامعتنا والمنجزات في الاعتمادات الدولية لبرامج الجامعة وتفعيل الأنشطة الطلابية. 365 يوماً كانت مليئة بالإنجازات احتفلنا بها مع سموكم الكريم، ومنجزات حققتها الجامعة بسواعد أبنائها المؤمنين بأن هذا الصرح الأكاديمي سيحقق للمنطقة وأبنائها وسينعكس من ثم على الوطن. هدف حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بأن يتسلح شباب الوطن بالعلم والمعرفة، وأن ننقل هذا العلم إلى العالم أجمع ونعكس به اعتدالنا. قمة فرحتنا لا ننسى طلابنا وموظفينا الذين انتقلوا إلى جوار ربهم خلال هذا العام الجاري، سائلين الله عز وجل أن يغفر لهم ويدخلهم فسيح جناته.